السلام عليكم حبيباتي واش راكم ان شاء الله كامل تكونوا بخير وصحتكم تكون بخير طليت عليكم بفيديو جديد ووصفه جديده لنهار اليوم لبنات. حبيت نحضر معكم هذا التشارك مسكر يجي هايل هايل البنات خاصه يعني اللي ما تصلح لهمش الوصفه حبيت نزيد نحطها لكم في القناه بس كامل على بالي تحوسوا على الوصفات هذو دوكا مع العريس مع الحفلات تحتاجوهم بزاف انا هذا درتو شغل الله هكذا تشارك تشارك العريان يكون بريستيج تاع عريس يجي يهبل شوفوا البنات نعطيكم طريقه اللي نخدم بها انا يجيكم هايل ما يجيكمش معجن من داخل وثاني يجيكم خفيف وطيب يسخف دوك انا لهنا بديت بالزبده هي الاولى كي كيلتها انا نخدم بلا بيل أه يعني ولف نخدم بها مليحه الخدمه وثاني يعني, أه من, قبل و يعني من قبل يعني حاجه مضمونه انا خدموا بها من قبل هنايا درت الزبده حندير كيله زبده حطيتها الذوب كيما راكم تشوفوا ماشي 500 غرام من هذه البطاطس ما تما كانت فيها نص برك هنايا ذوبت الزبده كيما راكم تشوفوا كيلت كي بهذا الطبسي انت كيلي كي به راكي حابه اذا كنتي حابه يعني كونتيتي كبيره كيلي كي بالطبسي كبير هكذا شويه لحبه حاجه يعني للدار ديري غير حبات برك كيلي كي بكاس والله هذا ما كان هنايا درت كيله هذيك تاع الزبده وكملتها بالزيت عمرتها كامل كامل بالزيت وزيت لهنا كيلت كي الفرينه الفارينه هنايا دير تاع الكيلو عادي ثاني تاع لابيل وكيلس بها بنفس الطبسي اللي كيلس كي به الزبده كيلس كي به الفارينه هكذا به يجوني الكيلاس كامل قد قد وتجيني العجينه مليحه يعني ما تجينيش مبسه بزاف وثاني ما تجيش يابسه على خاطر على بالكم الا جاتكم العجينه يابسه مش راح تجيكم مليحه هنايا المهم راني يعني كيل فيهم هكذا ولازم يعني تغربلهم هكا ولا تصفيوهم باش ما يكون فيهم ولا هنايا الكيله الثانيه هذه والكيله الثالثه يعني ديروا ثلاث كيلات بكيله ثلاث كيلات فرينه بكيله الزبدة انا نخدم بالزبده أه قلت لكم هنايا البنات درت بالنسبه للزبده لابل والفرينه ثانية درت لابل هكذا خير تاع الكيلو كي تخدموا بها البنات مليحه خير من هذيك تاع كيلو أه هنا كملت هكذا ودرتها كامل الفرينه ودرك نزيد لها ثاني سكر كلاصي نزيد لها الملح لافاني أه هذا واش كاين فيها يعني ما فيهاش حوايج بزاف ولا التجاره كيما على بالكم بلي حاجه خفيفه برك وثم ثم يجدلكم هنا زيت السكر كلاصي سكر كلاصي سكر آه على حساب انت واش راكي حابه تقدري ديري زوج مغارف ديري ثلاث مغارف انا هنا ني نوز نشوفو بالمغرفه هذه درت ربع مغارف آه معمرين يعني معمرين مليح تاع السكر سكر كلاصي سكر آه سكر كلاصي هنا لأن ما حبيتش نكثر بزاف بس من بعد راح نزيدو نديرو له السكر من برا عليها ما كفرتش هنا في الحشو باه يطلق البنه برك زيد لها هنايا لافاني ثاني حوالي مغرفه كبيره لافاني لما عندكش لافاني بودر ديري تاع ليكيد دي عادي ما يصرى لها والو خلطت هنايا كلش هذو الحوايج الناشفين في بعضهم ودرك نزيد لهم هنايا ماء زهر والماء نبدا نخلط ماء زهر والماء مع بعضهم كما قلت لكم دوكا مع الحفلات اللي راهم يديروا لولادهم تاع البيان تاع الباك مع الاعراس ثاني الخيتين منا تحتاجوا يعني هذه الوصفات سيرتو دوكا مع السخانه هذه البنات أه يعني الحوايج تاع الشوكولا ما يصلحوش خلاص الكاكاو تاع الشوكولا ما يصلحش خلاص خلاص يعني احسن حاجه ديري هذو الحوايج تاع لا غلاس كلاص يعني كلاصي وبنه أه هنايا زدت هذيك الكيله تاع الزبده كما راكم تشوفوا وكاين اللي دي ما يديرولهاش الزيت خلاص يعني دير غير الزبده دي هذيك ذوبها وتحطها الكيله تاع الزبدة قد انا نحب نخلط شويه معاها زيت باه تجي مليحه اه هنايا هكذا ديروها بين يديكم مليح باه هذيك الزبده كامل تدخل في الفرينه كش وراكم ديروا في البربوشه اللي هنا ديروها المهم تحاولوا انكم تخدموها مليح فرينه هنا قبل ما تحطوا هذاك الماء وما هنا يعني نخلط غير بشوي باه العجينه ما تجينيش جاريه الفرينه يتم تم تسلم لكم باش تجيكمش جاريه وتجيكم مليحه اه حطوا غير بالعقل برك الماء هكذا بسكلي فوتو سولها بزاف تجيكم جاريه والكيلات راكم دايرينهم نتوما قد قد تما لا فوتي شويه العجينه مش راح تجيك مليحه شوفوا هنا راني نعطيكم لكم مليح كيفاه جاتني طريه وكيفاه تجيكم خفيفه البنات العجينه تغطيوها وتخليوها تريح مليح واحد ربع ساعه لكن عندكم الوقت تخليوها حتى لربع سوايع خمس سوايع نورمال يعني وقت ما حبيتي تبداي تخدمي فيها هنا رحت ندير الحشو آه كاوكاو هكذا مقلي ومحمص شويه آه رحيتو كيما راكم تشوفوا كي رحيتو ما درتوش رقيق بزاف وثاني ما درتوش خشين باه على الاقل كي ديروا في الحشو من الداخل كي تكونوا تاكلوا فيه تحسوا له يجي بنين هنايا درت زوج كيلات الكاوكاو مع كيلة سكر كيلة ديك تاع السكر ما عمرتهاش مليح باه ما حلو بزاف بالنسبه الا هذه البنات راح يخرج لكم تخرج لكم 55 حبه وزيت لها هنايا زوج مغارف كبار زبده هكذا نعطيكم كامل الكيلات يعني بالمقادير يعني مضبوطه باش تجيكم مليحه وهنا ثاني خلطوها مليح ومن بعد زيدوا ذاك الماء وما هنا خلطت لها غير الزبده شوفوا كيف راهي دوك نشمخها بشويه مع وماء وما ما لهاش بزاف باش ما تجيكمش ثاني جاريه غير تلم لكم برك تقدروا تتحكموا فيها ها القوام تاعها ثاني كيفاه يكون بيس ما تكوني تلم تلم لك هكذا وتتحكمي فيها صعي ما تزيديهاش هنا انا جبت الميزان لازم نوزنها باش يجوني الحباس كامل كيف كيف واللي ما عندهاش الميزان دير يعني عينها هي ميزانها يعني حاولي انك ديري الحباس كامل كيف كيف وخلاص ماشي بشرط انه يكون عندك ميزان انا هنايا العجينه درتها 30 غرام والحشو درتو 15 هكذا يعني درت النص تاع العجينه باش تجيني مليحه وتجيني قد قد وبيت سهل على روحك الخدمه وزنيهم كامل ديري هكا بلاطو قدامك وزنيهم الحباس كامل الحشو والعجينه حطيهم بجهة غطيهم وبداي خدمي خير من تبقيت كل الحبات وزنيها بس ولي تخدمي انا هنا شوفوا هني كملت وزنتهم كامل هكذا ومن بعد بديت نخدم فيهم بديت نطرح فيهم هنايا في المرحله هذه كاين بزاف ما يعرفوش كيفاه يشكلوا تشارك البنات دوك نعطيكم كيفاه حاولي انك هكذا كي تكوني تحلي فيها ديريها شغل شكل مستطيل هكذا شويه ديريها شويه طويله بالطول وديريها رقيقه ما تكونش خشينه العجينه به وقت كي يعني تروليها في بعضها تجيك مليحه برك هنايا عندي الحشو ثاني نديرو شغل حربوش هكا صغير ونحطو في الحافه يعني الفوق خلاص هكذا ونبدا نعدل في العجينه نبدا هكذا ندير في ذاك الحربوش تاع العجينه شوفوا كيف نغلقها غلقها هنا الكوكي ولا الحشو هذيك ما تخرجوش بزاف من بعد يطيب لكم الداخل ما يخرج لكمش على برا هكذا ها هي كيف تغلقوها شفتوها هكذا ومن بعد نحي لها ماشي نحيلها, اه نحيلها. نعاود نغلق هذوك الحواف كامل بيدي نغلقهم مليح باش الحبه ما ونعدلها حاولوا انكم في الوسط يعني تكون شويه هكذا غشينه وفي الحواف تكون رقيقه شوفوا كيف راني نخدم فيها انا باش تجيني الحبه مليحه وتجي الحبة كامل كيف كيف ولا حبيتي يعني باه الحبات كامل جو كيف كيف ديري كيما انا هنا درت بوشون هكذا تاع قرعه برك ودرت فيها حطيتهم يعني باه نقيسهم كامل كيف كيف هنايا قبل ما ندخلهم للكوشه لازم نفقبهم هكذا باه من بعد ما يطلعوش وهنايا هاني بعد ما حطيتهم كيفاه ديرتهم على 200 درجة مدة 6 ست دقائق برك يعني طيبوا الكسوف برك البنات شوفوا كيف الطيب يجي هايل هنا يتخليوه لازم يبرد ليلة كاملة لازم لا ديرتي الصباح خليه حتى العشوة بتاخد مية ولا ديرتي العشوة خليه للصباح مية لازم تخليه يبرد مليح من بعد كي تجي تشربيه هنا وتدير له ذاك السكر ما يتعجلكش لازم هذه مرحلة والله هذه الخطوة راهي أهم حاجة انا هنا خليته خدمته في العشواء الغدوه الصباح باه كملت خدمته يعني حتى انا برد مليح تاكدت بلي الحبات كامل بردو باه ما يتعجلش ويجيني هايل يجيني مليح هنايا كملت درت له هذيك الشربيز انا درت الشربيز زوج كيسان بكاس سكر خليتها غليز برك شويه ونحيتها يعني طفيتها خليتها ثاني زاد بردس باه بديت نشرب في هذوك الحبيس وهكذا تشربي الحباس تاعك تنشفيهم شويه من هذيك الشربات وتحطيهم في السكر كلاصي باه تهزلك السكر هم شوفوا بكم بعدا بعد تعاودوا تزيدوا هكا ترشوها من فوق برك وبالنسبه للديكور تاعهم البنات خدمتو دوك نعت لكم كيفاه خدمتو ندير لكم فيديو عليه كيفاه خدمتو وهنا الطريقه اللي لصقت بها ما كانش عندي يعني الغراء الخاص بهذا به لصق بهم هو شويه راح يتعبكم في التلصيق كون ديروا بهذاك الغراء مع سكر كلاصي من الحبه ما لكمش مليح انا حبيت نديرهم هكذا بالكيردو يعني قسمتو آه هكا صغير وحطي سو شوفوا كيف تلصق الحبة وما تطير لكم شو تجي تهبل تهبل شوفوا هنا طريقة اللي خدمت بيها الورديس هذوك انا رحت نشريهم من برا لقيتهم غاليين يعني لقيت باطة فيها واحد السبع حبيس ولا لقيتها بربعة وعشرين الف نخدمهم واحد خير كان عندي هذا المول هذا تاع السيليكون هذا اللي نخدمه به الورديز ماشي بشرط نفس الوردة الوردة اللي حبيتي انتي اخدمي بها عندي هذا قلت لكم من قبل سمعتو اللي خدمت بها وشريت العجين السكر لي كولير راهم كيما حبيتو نتوما انا درتها في اللون الازرق هذا عجبني هذا اللون درتها فيه نحيت كميه هكذا وحطيت في هذوك الورديز وراني نخدم بالنشا بالنسبة باش ما تلصقش وعجين السكر على بالكم بلي ثم فم تطلب يعني شغل الذوق ثاني آه هنايا ديروا لها شويه سكر آه عفوا شويه نشا هكذا باش تجيكم الخدمه سهله وما تصقلكمش في يديكم كي تفوتوا تخرجوا الحبه مع الهواء راهي تنشف لكم عادي شوفوا كيف نختم نخدم فيها يعني نخرج بالشكل الشكل هذاك ها هو ودوك تنحي لكم بكل سهوله يعني غير تجبديها تطير الحبه ها هي على بالي راح نسقسيوني على الوردات هذوك قلت نكمل نصور لكم الفيديو تاعهم باش كيف كيفاه تجيو هنايا كملتهم انا كامل يعني وحطيتهم في ذاك التشريك من فوق هذه هي البنات النتيجه كيفاه تجيو يهبلوا من بعد كملت حطيتهم في كيسات مع نحيط لهم هذاك السكر اللي بقى وان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع نهار اليوم نتوما ثاني وتكثر وتكثروا لي جيم البنات والاشتراك باه تعم الفائده علينا كامل والى اللقاء حبيباتي في فيديوهات اخرى ان شاء الله